السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أريد أن أخبركم عن الذكر بأي كلمة يذكر العبد يحب الله تبارك وتعالى عن جميع الأذكار، لأن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وقال موسى عليه الصلاة والسلام في زمن موسى عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى الله يا ربي علمني شيئا أذكرك به أو أدعوك به، فقال الله تبارك وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هو محبوب عند الله عن جميع الأذكار، ولا إله إلا الله هي كلمة من أفضل الكلام، لأن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه مسلم. وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على شجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجر. رواه الترمذي. لأن كلمة لا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله والله أكبر تساقط ذنوب العبد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قال سبحان الله سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. لأن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة والله يغفره، وندعو إلى الله أن نذكره أبا دائما عبدا، وندعو إلى الله أن يوفقنا على الذكر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم